يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم: عندنا في بلادنا كذا يأمرون بحلق لحان اللحى وبحجة يقولون أنها نظافة. أعوذ بالله. نعم، وهم يقولون عندما أرد يعني يحاول يقنعهم يقولون: هل كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدتم عليه اللحى؟ يقول: فما أعرف الجواب. الجواب على المسلم أن يجتهد في التمسك بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت من قوله وفعله وإقراره إعفاء اللحى وعدم الأخذ منها، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته فيما يربو على 24 حديثا كلها صحيحة. أما هذه الشبهة، يقال: هل أنتم شاهدتم النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدتم عنده اللحية؟ لو طبقت لما بقي من الدين شيء، فهي شبهة إبليسية. وهل شهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين؟ يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هذه القاعدة إلا قاعدة فاسدة، قاعدة خطيرة جدا. فلو طبقت هذه القاعدة لبطلت جميع أمور الدين، لأنها كلها ثبتت لنا بماذا؟ بالنقل الصحيح عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلمين أن يجتهدوا في إحياء السنن والعض عليها بالنواجذ والجد والاجتهاد في المحافظة عليها. نعم.